إذن كنقول لكم مرحبا بكم في هذه الحلقة، ومرحبا بجميع الإخوة والأخوات، ومرحبا بكم أينما كنتم في حلقة اللي غادي نتكلموا فيها على أحداث خطيرة وقعات خلال هذا الأسبوع. هنا الأمر يتعلق بفقيه وإمام وخطيب ديال الجمعة اللي تسربت له مجموعة من المقاطع والفيديوهات الفاضحة اللي فيها ممارسات اللي هي السرية الشخصية اللي كتتعلق به. وهنا الأمر يتعلق الإخوة الكرام بواحد العصابة إجرامية اللي مشات تهجمت عليه، عرضوه للضرب ومجموعة من الأمور، الشيء اللي خلى الفقيه أنه يمشي يدير واحد الشهادة طبية ويتقدم بشكاية عند السلطات. هنا مباشرة هاد العصابة غادي يولي مبحوث عنها عند السلطات، بعد ما غادي يتم الاعتقال ديال هؤلاء غادي يتقدموا بالهاتف ديال الفقيه، وهنا غادي يقولوا بأن الهاتف ديال الفقيه لقينا فيه مجموعة من الممارسات الشادة. هنا كيتعلق الأمر بالعادة السرية اللي كان كيمارس الفقيه على منبر اللي كان كيخطف في داخل المسجد، ومجموعة من المقاطع والصور الفاضحة، الشيء الذي عجل باعتقال الفقيه اللي كان يلاه كان ضحية ديال هذه العصابة اللي عرضته للضرب، ومجموعة من الأمور الخطيرة. كيفاش وعلاش والتفاصيل ديال هذه القضية، احنا غادي نسمعوا للزوجة ديالو، غادي تحكي مجموعة من المعطيات الخطيرة في الموضوع، كذلك غادي نطرحوا مجموعة من الأسئلة اللي غادي تحيننا على أمور اللي هي خطيرة. كذلك في نفس الحلقة إن شاء الله غادي نتكلموا حول فقيه الفلقة، يعني صراحة هذا الأسبوع كان هو أسبوع الفقيه بامتياز. هذا الأسبوع اللي شفنا القضية ديال فقيه الفلقة بعد ما تسرب واحد الفيديو ديال الفقيه كيعطي الفلقة المجموعة ديال الدراري اللي كيقراو عنده اللي كيحفظهم القرآن، هذا الفيديو اللي غادي يخلي النيابة العامة أنها غادي تحرك وغادي تعجل باعتقال الفقيه. وغادي نشوفوا فيما بعد بأن مجموعة من المغاربة غادي يخرجوا على مواقع التواصل وغادي يقولوا بأن هذا الأمر ديال الفلقة هو أمر من العادات والثقافة المغربية واللي معروفة في المسيد المغربي، واللي مجموعة من الأبناء ديال المغاربة مني كيقراوا في المسيد كانوا كيتعرضوا لهذه المسألة ديال الفلقة، وهذا وكانت هي واحد طريقة تربوية اللي كيعتمد عليها الفقيه من أجل ضبط أموره داخل المسيد. فالمغاربة ما بغاوش هذا الاعتقال وطالبوا بالإفراج السريع على هذا الفقيه، وشفنا كيفاش سيتم الإطلاق ديال الصراح ديال الفقيه والمتابعة ديالو في حالة صراح. كل هذه المعطيات إن شاء الله غادي نناقشوها، وكذلك جايبين مواضيع في غاية الخطورة. ولكن قبل ذلك الإخوة الكرام نمشيو ونسمعوا الزوجة ديال الفقيه اللي غادي تحكي لنا أشنو وقع للراجل ديالها وعلاش دارت الشيء هذا وشنو اللي خلاه يلتقط هذه الصور هذه واش هذا الشيء بالصح وعلاش هذه العصابة تهجمت عليه. كل هذه أسئلة غادي تجاوبنا عليها السيدة زوجة الفقيه اللي هو حاليا هذا السيد الزوج ديالي ما عندوش ما فيش هو الخيانة ولا تيخيني ولا تيزني ولا تيدير شي حاجة عليا. هذا السيد هذا تزوجته على طاعة الله والرسول ديالو، ملي تزوجته لقيت عنده واحد المشكل، عنده ضعف في الحيوانات المنوية وعنده مشكل في التخصيب وعنده في 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 الخصوبة بصفة عامة، في نقص في الكمية في الحركة فسميته، وأنا متبعة ليه مع الطبيب دابا شنو بغيتي تقولي بأن راجلك هو مريض بشي مرض اللي خصو يدير العادة السرية ولا شنو؟ ما فهمتش أختي. لا، لأن هاد العادة السرية هادي الطبيبة أصلا كتعطيها لي كيديرها كنكون أنا معاه، خاصو يديرها باش نشوفوا واش الحيوانات المنوية تحركوا ولا واش تزادوا ولا ما تزادوش، فهمتي؟ وزعما ماشي زعما تقول العادة السرية ماشي تيدير شي حاجة اللي تقول زعما محرمة ولا تيزني ولا، العادة السرية كيديرها على أساس علاج، كيديرها على أساس علاج بلا ما تكون معاه الزوجة ديالو، كيديرها عن الطبيب، كيكون تيكون في الدار معايا، تيكون الوقت اللي فاش كتكون عنده سميتو خاصو يديرها باش نشوفوا الكمية واش كاينة واش كاين الحركة واش كاين هذا. إذا دابا هما هادو هاد الفقهاء هادو بيناتهم هما اقترحوا عليه باش أنه باش يتقرب الله ويشافيه أنه يمشي يدير العادة السرية في المسجد. الرقعة يقولوا ليه دير العادة السرية في البيت ديالك. دابا هي الإخوان تيسحبوا بشحال هادي الإخوان، أن للأسف الشديد اللي كتقول تتقول لك مشى راجلي مسكين وأنا مازلت نبغيه، هو أنه كيتواجد في السجن لحد الساعة راه في أونكيت. حنا باش نديروا الإخوة الكرام واحد التعليق بسيط على هذه القضية قبل ما أننا نكملوا. السيد هنا يتبين بأنه أول حاجة الواقعة تتعلق بواحد العصابة اللي كان عندها المفاتيح ديال المسجد. أول سؤال يطرح، كيفاش داروا هاد الناس حتى تحصلوا على المفاتيح ديال المسجد؟ السؤال رقم واحد. السؤال رقم جوج، كيفاش أن عصابة إجرامية غادي تتعرض للفقيه وغادي تبغي تسرقه، رغم أننا كنعرفوا الفقر اللي كيعيش فيه الفقيه، يعني الفقيه ما عندك ما تشفر منه.
أو لما عندك ما تسرق منه، بالعكس تقدر تمشي أنك تبغي تسرق الفقيه وتشوف ذاك الوضع اللي هو كيعيش فيه وانت كنتي غادي باش أنك تسرقه وتقدر تولي تعطيه. هذا سؤال آخر يطرح. السؤال الثالث اللي كيتطرح هنا كنشوفوا عاوتاني بأن الفقيه كان ضحية ديال الاعتداء والضرب والجرح ومجموعة من الأمور تكرف الصيد بمعنى الكلمة. مشى تقدم شكاية الضحية اللي كان ضحية ولا حاليا راهن الاعتقال. بسبب آش؟ بسبب الهاتف ديالو اللي تبين بأن عنده صور اللي بينه وبين راسه كيدير أمور اللي هي بطبيعة الحال غادي يستنكروها جميع المغاربة واللي ما غادي يرضى عليها الله ولا العبد ديالو. ولكن السؤال اللي كيتطرح الإخوة الكرام هو النية ديال هاد العصابة، لأن الأمر ديال نقدروا نقولوا بأن النية ديال السرقة هو أمر مشكوك فيه بزاف، لأن الفقيه في آخر المطاف كما قلت لكم ما عنده ما عندك ما تسرق منه. واش كانت النية هي استهداف الفقيه والحصول على مجموعة من المقاطع وكيفاش وعلاش؟ هنا كتبقى صراحة الأسئلة تطرح. عاد زيد على ذلك المسألة ديال أن كنشوفوا أن هناك ضحية تعرض للضرب والجرح مشات تقدم بشكاية، ثم كنشوفوا الاعتقال ديالو لا لشيء فقط لأنه كيقوم بأمور اللي بينه وبين راسه. بلا ما نطرحوا السؤال واش هاد السيد هذا عنده أمراض نفسية، لأن إنسان سوي من ناحية العقلية يعني إنسان مزيان ما عنده حتى شي مرض نفسي لا يعاني من أي شيء ما غاديش يدير هاد الأمور، خصوصا حينما نتكلم حول فقيه. والحمد لله أنه لم يتورط في أمور اللي كتضر بشخص آخر، يعني كانت أمور بينه وبين راسه. وأنا كنشوف بأن إنسان غادي يقوم بهذه التصرفات أنه غادي يصور راسه في حالة عارية كيقوم بالعادة السرية داخل المشيد، هذا شخص غير سوي وعنده شي مرض نفسي، وكان يعني الأولى أن هذا السيد هذا يمشي يتعالج في عوض أنه بعد ما تكرفس ومن بعد ما أنه كلا العصا كنشوفوا المتابعة ديالو في حالة اعتقال. هنا علامة استفهام كبيرة كتطرح في الموضوع. يعني أنا نخلي لكم الإخوة الكرام، أنا هذا فقط رأي ديالي، يقدر يكون صائب يقدر يكون خاطئ، ولكن نخلي لكم التحليل مفتوح في التعليقات. عند رجال دارة الملك الفرقة ديال لابيجي لأن حالة غريبة، والمرأة ربما بغى هي كتهضر بكل عفوية أن اقترح عليه لأن قالت لك هو مريض ومن نهار جوجاته هو تيدير العادة السرية، هو حامل لكتاب الله هو فقيه ولا مؤدين؟ لا إمام. إمام ديال المسجد الحديد الجمعة هو اللي تيعطيه. قلتي لي يمكن يعني واحد النهار مشى مسكين باش يوجد اي مشى خرج من المسجد صلى العشاء مشى باش يخدم يخدم يوجد الخطبة، فإذا بيت خرجوا لي هاد الدراري هاد العصابة الإجرامية من أولاد الدوار. شي وحدين خرجوا له من الدوار؟ اييه عسوا عليه حتى تأذن حتى تخرج، وهما يعيطوا على بعضياتهم في التليفون، جهزهم واحد فوق الموتور وهما يمشيو ثلاثة به وهما يسبقوه وهما يتخباو ليه حتى توصل لعندهم. كان هو غادي باش يوجد الجمعة؟ هو غادي غير بالرجلين وهما يخرجوا ليه وهما يشدوه، الضرب والجرح تمشات ليه مشاو ليه السنان تقريبا شي 11 سنة اللي مشات ليه، كلا الدق مزيان في الراس ديالو في الضلوع في الصدر في سميتو، وداو له التليفون وداو له التليفون وشي فلوس كانوا معاه ومن بعد تيبتزوه بالتليفون حيت شافوا فيه دوك التصاور ديالو تيمارس العادة السرية. اصلا هاد الدراري هادو عندهم الصورت ديال المسجد ودخلوا لبيت الله. هذا هو السؤال اللي خصنا نطرحوا صراحة على هاد المجرمين اللي عندهم سبق إصرار الترصد، منين جابوا الصور ديال المسجد؟ السؤال الأول. السؤال الثاني، الفقيه شنو فيه ما يتسرق؟ الفقيه كيشد 20,000 ريال ولا ما كاملاش تما كيتعذب بعد، اصلا غير داك الاجر اللي كيشد الفقيه هو بحد ذاته كافي باش انه يرجعوا انسان اللي هو مختل عقليا. وهنا الا لاحظتوا معايا بان الزوجه ديالو كتقول بان السيد عنده مشكل قبل ما يتزوج، السيد عنده مشكل ديال الضعف وعنده مجموعه من المشاكل الصحيه اللي كتخلي انه يكون غير سوي في العلاقه الزوجيه ديالو. وهنا بالتالي انا كنقول يعني هو يعني السيد راه حكات بانه كان ضحيه ديال الرقات، مشى عند الرقات وقالوا له يعني راه خصك تمشي ودير هذه الامور هذه في المسجد باش انك تعالج. ولكن الاولى انا كنشوف العلاج ديال هذا السيد هذا هو انه يكون عنده واحد الاجر اللي ربما غادي يناسب العمل ديالو غادي يليق بالكرامه ديالو. ما كنظنش بانه يبقى عنده هذا المشكل ديال الضعف اولا شيء من هذا القبيل. انا كنشوف فقط في ديك 1000 درهم اللي كيشدها الفقيه كافيه انه ترجعوا حمق وترجعوا يقوم بهذه الاشياء اللي اليوم وصلنا لها. والاسئله الحقيقيه اللي خصها تطرح دابا حاليا كنشوفوا الصحافه مركزه مع الفقيه، السبب شنو والله اعلم. ولكن الاسئله اللي خصها تطرح حقيقه هي حول هذه العصابه اللي تحركت بهذه الطريقه اللي تم حظر سوء النيه وبقوه. واذا ما اردنا بالفعل اننا نتكلم حول الاسلاميين والسمعه ديال الاسلاميين الناس اللي كيتاجروا في الاسلام، ما غاديش نتكلموا حول الفقيه اللي كيشد 20,000
غادي يمشيو عند الريوس الكبار اللي دايرين احزاب اسلاميه واللي كيتاجروا في الدين الاسلامي بواحد الشكل اللي هو كبير واللي كيضحكوا على المغاربه باسم الاسلام. هادو اذا ما كانت اليوم عندنا صحافه وعندنا جرأه اللي هي قويه وعندنا شجاعه اللي هي قويه نمشيو ونركزوا مع هادو ونتكلموا حول الفضائح الجنسيه كاع ديالهم، راه كاينه وراه موجوده وراه معروفه والتناقضات ديالهم هذه اذا ما كانت عندنا الشجاعه. اما انا اليوم نوليو كنتكلموا حول الفقير اللي كيجد 20000 ريال اللي كما قلت لكم عادي جدا انه يكون انسان حمق، واي واحد يتخيل راسه عنده عائله عنده امراه وعنده وليدات وكيشد 20000 ريال، كيفاش بغات تكون الحاله ديالك؟ الحاله ديالك انا كنتكلم حول اول حاجه حول الحاله ديالك النفسيه. اذا هنا يطرح السؤال حول العمل الصحفي اللي كنشوفوا حاليا مركزين مع الفقيه وخلاو العصابه، خلاو مجموعه من الاسئله اللي كتطرح عندنا حول العصابه اللي تحركات، منين جات السوارت، علاش، شنو هي الاشياء اللي سرقوا للفقيه، علاش استهدفوا الفقيه بحد ذاته، مجموعه من الاسئله ما كاينش عليها جواب، ولكن التركيز كل التركيز حول الفقيه هنا سؤال. كيمثلوا فيه شي مسائل وصوروا المسجد من الداخل وهذه وهذه وكينشروا كيقولوا لهم مالين الضوار شوفوا الفقيه اشنو كيدير في الضوار. دابا لا كيدير دابا حتى تفجرت القضيه كيدير حتى وصل هذاك الفيديو للسيد وكيل الملك وانهم هذيك العصابه داروهم انهم روشيرشي حيت سرقوا الفقيه وبقاو روشيرشي تشد واحد ياك؟ داروهم في الروشيرش وواحد تشد فيهم وقال لهم انا راه كنت انا غير كنت نفك فيه. قالوا لي علاش ملي كنتي كتفكي علاش ما بقيتيش معاه حتى جات هزاتو لابينانس، علاش مشيتي هربتي معاهم وهو اللي هزهم بالموطور، يعني راه مساهم معاهم. وتعتقل هو جنائيه. مشى للجنايات. مشى للجنايات. اي حقيتاش قضيه جنائيه، فاذا به تحول الميل فرجع للابتدائيه، جنائيه داز في الجلسه الاولى في الاستئناف بني ملال. ورجع للابتدائيه. رجع عاد باش جا واحد من هذوك اللي كانوا مشاو روشير اللي هاربين الجوج الاخرين اللي باقيين ما مشدودينش، جا واحد سلم راسو قال لهم انا ما كنتش نتسلم السلعه بحال شديتها انا جيت. دخل عند سي الوكيل قال لي ها سيدي انا ها كاين ها كاين وانا كاين. قال لي انا ضربت انا التليفون انا اللي كان عندي ولكن سمع. دابا وجه عند الوكيل قال له انا سرقت التليفون ها التليفون ديال الفقيه. اي نهار ضربنا الفقيه طلبوا التليفون ديال الفقيه اش لقوا يلقاش لقاو فيه. نهار ضربوا الفقيه قال لي انا اللي شديت التليفون انا اللي كان عندي ولقيت فيه التصاور ولقيت فيه هذه. شنو اللي بغيتي تقولي يا اختي؟ هل المسؤولين تيسمعوا ليك؟ وكاين بعض الصور اللي كتقول تيقول في الدوار بان راجلك اختي راه مصور في المنبر اللي هو تيعطي فيه الخطبه وهو عريان وتيمارس الرذيله. هاد الهضره هادي ما كايناش لانه انا تيقولوا في نهار وقع هاد الشيء جاوا قالوا لي الناس راه كاين فوق المنبر وتيدير هاد الشيء ولكن قلت لهم واش بشخصيته بالوجه ديالو؟ قالوا لي لا غير من هنا ما كاينش الراس ديالو. وهاد الدراري عندهم السوارت ديال المسجد ودخلوا وصوروا هاد الشيء وداروا هاد الشيء. وراه فقيه هو مجوج بك انت علاش يمارس العاده السريه؟ انه راه مرته حلال عليه. راه عنده هذاك الضعف اللي عنده. كل التركيز ديال الصحافي علاش ما يمارسش معك انت وكيمشي يدير داك الشيء؟ هذه ماشي الاسئله اللي صراحه خصها تطرح في حاله وقوع جرائم حقيقيه اللي كتوقع. ما كيمشيوش عندك الانسان اللي هو مصاب بامراض نفسيه أو لا عنده خلل عقلي وما لحقش الضرر بشخص آخر وما لحقش الضرر بالمواطنين بشكل عام أو لا بالمجتمع اللي كيعيش فيه، أشياء اللي كانت بينه وبين راسه. ولكن الطرف الآخر كنشوف كيفاش أنه لحق الضرر بواحد السيد بشكل هو مباشر، كان الضرب كان الجرح بطريقة بطرق اللي كان مبالغ فيها. هنا كان على الصحفي أنه يركز في هذه النقطة لأن كنتكلموا حول عصابة إجرامية ولكن كل التركيز كان حول الفقيه. هنا الإخوة الكرام الناس اللي كتخدم عقلها والناس اللي قادرة أنها تفك الألغاز، أنا ما نعطيش الرأي ديالي في الموضوع، نخليكم أنتم تكتبوا لي الإخوة الكرام في التعليقات ما رأيكم في هذا اللي كيوقع. هذاك المرض وهذيك الحالة هي اللي كتجعلو. كيفاش هي اللي كتخليه أن تيلقى؟ أي هي اللي كتجعلو باش غادي يدير هذيك الوقيتة هذيك الساعة العادة السرية. كان هو مدمن قبل ما يتزوج بك بهذا الشيء ما فهمتش لأن ولا هذا مرض انت قريتي على هذا المرض شفتيه تبعتيه في الانترنت هذا المرض؟ كنقرا عليه اشني هي عديم الحيوانات المنويه ما عندوش الاخصاب. اييه جاو هاد الناس هادو جاو طلبوا من عند المودين قالوا ليه عطينا الساروت بغينا يكون عندنا تعجبيه الله. عطاهم الساروت دقوا عليه الدراري دخلوا داروا شي مسائل صوروا الجامع صوروا شي حوايج تمايا ما عرفتش انا كاع هادشي اللي بغيتي تقولي اختي العزيزه. إذن هنا الإخوة الكرام الأمر هو واضح جدا
الامر هو واضح جدا. انا حسب التحليل ديالي بان القي كان ربما مصاب بهذه الامراض هذه قبل ما يتزوج، وكان مدمن على هذه الافعال لانه كان كيقوم بها، وحتى الطبيب ديالو كما كتقول الزوجه انه نصحو يقوم بهذه الاشياء. ولكن الاسئله الحقيقيه اللي كتبقى كتطرح كيفاش ان هذه العصابه تحركت بهذه الطريقه، كيفاش هذه النيه اللي حاضره عند هؤلاء بقوه اللي كتستهدف الهاتف ديالو، اللي شفنا انهم قدموا راسهم للعداله وجابوا الهاتف وكيقولوا الوكيل الملك بان الهاتف يتضمن صور اللي هي خليعه لهذا الفقيه. وكل هذه الامور صراحه اللي كتطرح الشك، بل حتى الصحافه اللي ركزت مع الفقيه وخلات العصابه الاجراميه اللي قامت مجموعه من الافعال الشنيعه. وحنا قلنا بان الوضع اليوم ديال الفقيه اللي كيشد 20000 ريال كافيه انه ترجعه حمق، وكيشرك حوايجو كيلوح حوايجو في الزنقه. حنا ما كنتكلموش على انه كيدير العاده السريه، بل اكثر من ذلك، لان 20000 ريال ما كافيه لتا شي حاجه ولا تليق بالمقام ديال الفقيه. وانا لا اختلف مع مجموعه من المستمعين الكرام بان هذه الظاهره ديال بعض الاسلاميين هو شر لا بد منه في المجتمع ديالنا. وحتى انا كنقول اذا ما اردنا محاربه هؤلاء ما غاديش نمشيو عند الطبقه المغلوبه على امرها اللي كيتعلق الامر بالفقيه، حتى اذا ما اخطا وكان بالفعل انه اخطا، غادي نمشيو عند الكبار ديال الاسلاميين اللي كيتاجروا كما قلت لكم بالاسلام، واللي كيستغلوا الصوره ديال الاسلام، واللي كيبيعوا الوهم للمغاربه، واللي كيكذبوا على المغاربه. وحنا كنعرفوا مجموعه من الاحزاب الاسلاميه ومن يتراسها ممن يتاجرون بالدين يعني في المجتمع ديالنا المغربي. هؤلاء هم من وجب على الصحافه ان تكون عندها الشجاعه وتمشي وتقلب وتشوف الفضائح ديالهم وتجيبهم وتناقشهم ان كانت لهم جراه حقيقيه. اما الفقيه اللي كيشد 20000، هذاك توقع منه اي حاجه، يقطع حوايجو، يتعرف الزنقة، توقع منه أي حاجة، أعطيه ألف عذر وعذر. فإذا ما بغينا نحاربه نمشيو للمنبع ديال الشر ونتكلموا حول منبع الشر. الآن الإخوة الكرام غادي نخليو هذا الموضوع حتى يبان فيه الجديد، لأن القضية هي حاليا مازال معروضة أمام القضاء. غادي نمشيو نتكلموا حول الفقيه ديال الفلقة اللي تعرف مؤخرا بعد ما تسرب واحد الفيديو ديال فقيه الفلقة، واللي شفنا هذا الفيديو ديال أن الفقيه كيعطي الفلقة لمجموعة من يعني التلاميذ اللي عنده اللي كيحفظهم القران. من بعد غادي نشوفوا النيابه العامه غادي تعتقل هذا الفقيه، من بعد غادي نشوفوا المغاربه غادي يطالبوا بالافراج على هذا الفقيه، لانهم كيشوفوا بان هذه المساله هي من عادات والثقافه والتاريخ ديال المغاربه حينما يتعلق الامر بالمسيد. وشفنا خطابات ديال الراحل جلاله الملك المغفور له الحسن الثاني حينما تكلم حول المسيد والاهميه ديال المسيد والاهميه ديال حفظ القران عند المغاربه. وحنا نعلم بان من بين الامور المعروفه عند المسيد يعني بين الطرق التربويه التي يتم اعتمادها داخل المسيد وهي المساله ديال الفلقه، والتي لا تغضب ولا تقلق المغاربه، بل هي تعتبر من الوسائل التربويه القويه اللي كيعتمد عليها الفقيه. بل اننا ولو اننا نمشيو مثلا للنيابه العامه، القضاة ديال النيابه العامه وداخل القضاء والسلك الشرطه ومجموعه من الناس اللي من الجيل ديال التسعينات الثمانينات السبعينات، غادي تلقاهم واكلين الفلقه وشيء عادي. بل البعض منهم كيشهد بان هذه الفلقه هي من الامور اللي ساهمت في التربيه ديالهم، بان الجيل اللي كنشوفوه اليوم ديال المشرملين لو انهم كلاو الفلقه ديال الفقيه وتربوا في المسيد وحفظوا القران لما كنا غادي نشوفوا هذه الظواهر ديال الاجرام ومجموعه من الاشياء الخطيره، هي اللي خلات مجموعه من المغاربه قالوا الحق وقالوا بان هذه الامور هي عاديه وكتتعلق بامور اللي داخله الثقافه ديالنا، رغم ان لا نشجع على العنف ولا يعني امر كهذا. ولكن المغاربه شفناهم كيفاش تضمنوا الشيء الذي دفع النيابه العامه انها تقوم بالمتابعه ديالو في حاله الصراحه، على حد ما اظن لانني ما تبعتش الموضوع بشكل جيد. ولكن غادي نشوفوا الشهاده الخطير، غادي نشوفوا الاخوه الكرام الشهاده ديال التلاميذ اللي كانوا كياكلوا الفلقه شنو غادي يقولوا في حق الفقيه. شوفوا معايا الاخوه الكرام. انا تلميذ ديال الفقي كيضربنا على المصلحه ديالنا، علاش باش نقراو؟ انا ما كاينش يضربنا ابداو بسلو بزاف، حيتاش كيضربنا المصلحه ديالنا، حيتاش انا حيتاش باش نحفظ، الا ما حفظنا شي والو انا نقرا شي سوره. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم الإخوان. هاد الناس ده الجمعية اللي كيطلبوا بالحقوق ده هذا العيال وعبوا ان هذا الفقيه، احنا يا المدرسة ما عندنا شي في حال الناس، ما كيناش في الحومة،
العيال كيمشيو واحد المسافه طويله باش يقراو. العالي لا صباح انت ما عندكش باش تخلص له ترانسبور من باب تازه باش يطلع يقرا باب تازه كينزلوه لك من ترانسبور. احنا عندنا العيال كنقريوهم في الجامعه، عندنا المدرسه بعيده، علاش حنا يديو لنا الفقي؟ ما خصناش يديوه، احنا كيقري لنا ولادنا وكيتهلا لنا في ولادنا وكيتعامل معنا معامله مزيانه وكيديو لنا الفقي. ما يمكنش يا صاحبي، هذا ما كنا ديك الجمعيه راهم كيقريو ولادهم في البريبي، احنا ما عندناش باش نقريو ولادنا في البريبي. حنايا كنقريو ولادنا مع الفقي في الجامع، يعني من الاجداد ديالنا وحنا كنقراو في الجامع، احنا وولادنا والجيل ديالنا كامل قرا في الجامع وكل الداق وكل الفلاقه. وانتم كنقريو ولادكم في البريفي، الناس ديال الجمعيه، الناس اللي دعوا هذا الفقي، الناس اللي كيتابعوا هذا الفقي قضائيا، انتم راه كنقريو ولادكم في البريفي. احنا ما عندناش باش نقريو ولادنا في البريفي، كنقريوهم في الجامع وشكرا. دي احنا في المسيدي كنا ناكلوا الداق. دابا المواطن اليوم ما عرفناش مين يجي. حقوق الاطفال. احنا هذا الاطفال شنو يعطونا للم؟ للاسف هذه الجمعيات كتدخل فقط حينما كيكون الحيط قصير. حينما يتعلق الامر بالفقيه شفنا كيفاش دخلوا بغاو يحقروا عليه لولا السنكار ديال الناس ديال المنطقه اللي كيقولوا بان الفقيه هو شيء ضروري يعني في المنطقه ديالهم، ولولا يعني لو انه تعلق الامر باسلاميين اللي كيختلسوا الاموال ديال المغاربه وبالاسلاميين اللي كيتاجروا بالدين الاسلامي واللي هما سياسيين كبار في البلاد، هذه الجمعيات ما تقدرش تتحرك وما يكونش عندها الجرأه. وحينما يتعلق الامر باقتراف ديال هاد الاسلاميين جرائم اللي هي كبيره في حق الشعب المغربي، هذه الجمعيات ما تقدرش تتحرك وما غاديش يكون عندها الجرأة أنها تتكلم. ولكن حينما يتعلق الأمر بالفقيه وبأمور اللي كتتعلق بالتربية اللي كيقوم بها الفقيه مع التلاميذ، حنا كنشوفوا البطولة ديالهم لولا السنكار ديال الناس، ومن بعد غادي نشوفوا بأن القضاء غادي يستجب لهم وغادي يتم الإطلاق ديال السراح ديال الفقيه. طبيعة الحال سيتم المتابعة ديالو بأحكام اللي هي مخففة. مشى البقرة هذاك ومشى هذاك يجيب له ما ياكل، شنو يعطونا الأطفال؟ الاطفال حنا خاصنا الاطفال، والاطفال هما الجمع هاد النوب في الشوارع، ما حنا مقدم بولادنا، نحن المسؤولون عن الشعب. ما يجيبوا تراك ساوي يطيحوا هذا الجوامع، هذا المسايب يطيحوه، ما خاصهمش الجوامع يبقوا. الشعب الوحيد اللي غادي تلقى عنده هذه القضيه، يعني كتلقى بان الابناء ديالو كلاو العصا من طرف الفقيه وما كيدافعوا الفقيه، لانهم يعلمون بان النيه ماشي هي النيه ديال ان الفقيه اذيهم او لا شيء من هذا القبيل، ولكن يعلمون بان النيه هي نية صالحة وبأن هادشي هما دازوا فيه ملي كانوا صغار، كلاو العصا من عند الفقيه وفهموا شنو هي الفائدة ديال العصا من عند الفقيه. حنا بطبيعة الحال لا نشجع على هذه الأمور، ولكن كنقولوا بأن أثبتت نفعها مع مجموعة من المغاربة واللي عجبهم الحال واللي اعتبروا بأن هذه الأمور هي من الثقافة ومن التاريخ ومن يعني أمور اللي كتتعلق بجذورنا حنايا كمغاربة. إذا الإخوة الكرام حنا غادي نشوفوا من بعد ما استنكروا المغاربه، يعني هذه المساله ديال الاعتقال ديال الفقيه، غادي نشوفوا الاطلاق ديال الصراح ديال الفقيه الفلقه اللي لقب بفقيه الفلقه ومساعده. قضت المحكمه الابتدائيه بشفشاون امس الخميس باطلاق صراح الفقيه المتهم بتعنيف طلبه التعليم العتيق والامر ذاته بالنسبه لمساعده، واصدرت المحكمه الابتدائيه بشفشاون حكمها بادانه الفقيه بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ ومساعده بشهرين موقوفة التنفيذ. وبعدما تشبتت أسر الأطفال المعنفين بموقفها القاضي بعدم متابعة المعنيين أمام هيئة المحكمة، يعني بعد ما تنازلوا للفقيه، وكانت النيابة العامة بشفشاون قد قررت متابعة الفقيه ومساعده اللذين ظهر في شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي وهما يعنفان طلبة التعليم العتيق بأحد مساجد منطقة بلتازة التابعة لإقليم شفشاون. الإخوة الكرام بعد غادي نشوفوا الفيديو ديال إطلاق صراح الفقيه والخروج ديالو، كيفاش أن الفرحة غادي ترجع على الوجوه ديال مجموعة من المواطنين في تلك المنطقة. شوفوا الإخوة الكرام الفيديو. اللي في الحلم ديالنا هو اللي هو حس هذا اللي هو طلقوا صراحه. بكل صراحة كنشوف الناس اللي وقفوا معاه من بعيد ومن قارب، الناس بزاف اللي دافعوا عليه، وهادشي اللي بغينا حنايا والناس المسؤولين على هاد الدين هما أغلبية الناس اللي دافعوا عليه الحمد لله. وهاد الساعة هادي كنا كنتناوها هادي سيمانة، 9 أيام حنا كنتناو هاد الساعة بحال هادي والحمد لله. الحكم بالنسبة لنا حنا فرح، حنا كنا كنتناو غير نشوفوا هاد الفقي يطلق صراح ديالو والحمد لله، هادشي اللي تمنينا والحمد لله تحقق الحلم ديالنا. ولاد وفرحوا، الجماعه ديالو كاملين فرحوا، العيال كاملين فرحوا اللي سمعوا بان الفقيه طلق صراحه ديالو، العائله ديالو كامله
الحمد لله. اذا كما سمعتوا الاخوه الكرام، الناس فرحانين باطلاق الصراحه ديال الفقيه ولله الحمد، ولكن كنشوف ان الصحافه كرساله من هذه الحلقه اللي درنا اليوم، اذا ما كانت الصحافه غادي تقوم بواحد العمل اللي هو صحفي في محاربه بعض الناس اللي كيستغلوا ربما الصوره ديال الاسلام او كيتاجروا بالاسلام. خصهم يمشيوا الناس اللي بالفعل كيلحقوا واحد الاذى اللي هو كبير بالمغاربه، واللي كيتاجروا بالمعاناه ديال المغاربه، واللي كيبدروا الاموال العموميه ديال المغاربه. هؤلاء معروفين، معروفه الوجوه ديالهم، معروف النفاق ديالهم، أصحاب نفوذ نقدروا نقولوا. خاص واحد الجرأة، واحد الشجاعة كبيرة لهذه الصحافة تحرك في هذا الصدد في عوض أنها تمشي عند فقيه كيشد 20 ريال. فهذه كتسمى هنايا الحقرة، وكتسمى انعدام المهنية والاحترافية في هذا الإطار. هنا الإخوة الكرام غادي نمشيو لخبر آخر، واللي كيتعلق الأمر بالحليب المغشوش. بالحليب المغشوش، وهنا الناس خاصة ترد البال ديالها بخصوص بعض المواد الاستهلاكية اللي كتكون كتعرض المواطن لبعض الحالات ديال التسمم، واللي من بينها كانت المسألة ديال الحليب اللي كيتباع بالعبار، واللي كتقتنيه مجموعة من المحلبات والوطيلات اللي كيسربيه مجموعة من الفنادق اللي كيشريو هذه المسألة ديال الحليب ديال العبار، كذلك المحلبات اللي كيتقداو هذا الحليب ديال العبار. واللي غادي نتكلموا ما هي المعطيات اللي تبينت وما هي الأمور اللي كيحتوي عليها هذا الحليب ديال العبار. نسمعوا الإخوة الكرام. مندوبية الصحة بيستات كتقول تحذر من تزايد حالات السل بسبب استهلاك حليب غير مراقب. كيتعلق الأمر بحليب ديال العبار. حذرت المديرية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بيستات من ارتفاع ظهور حالة السل الرئوي الباطني والعقدة اللمفاوية بالمدينة، وخاصة بالمركز الصحي حي الخير، وذلك بسبب شرب الحليب ومشقاته من ألبان الذي تباع بشكل عشوائي وغير مرخص له. يعني شوفوا معايا الإخوة الكرام كيفاش أن هذا الحليب ديال العبار اللي كيتقام رخيص على مجموعة من المحلبات والفنادق كذلك اللي كيستغلوا الثمن اللي كيكون هابط، واللي كيتسربا كما قلت لكم في مجموعة من الأماكن، كيفاش كيتسبب في أمراض ديال حالة ديال السل. وجهت المندوبية مراسلة لباشا مدينة سطات حول موضوع ارتفاع ظهور حالة السل، مضيفة أن جميع المراكز الصحية أصبحت تسجل ارتفاع ظهور حالة من السل، وبالخصوص المركز الصحي ديال الخير، وأن السل العقد اللمفاوية هو الأكثر ظهورا. وأرجعت المراسلة سبب ظهور هذا المرض إلى شرب الحليب ومشتقاته من الألبان، والذي يباع داخل المدينة من طرف بعض الباعة المتجولين بالأزقة وأمام المساجد دون احترام شروط الحفظ والسلامة الصحية، وقد تحمل البكتيريا المسببة لهذا المرض. هنا الإخوة الكرام باش كنشوفوا بأنه كاين انعدام ديال المراقبة في مجموعة من القطاعات حينما يتعلق الأمر بالصحة ديال المواطن المغربي. وحنا يالله شفنا القضية ديال الطاجين ديال مدينة أوزود اللي تبين بأن فيه الدود، كذلك على مجموعة من الأمور اللي كيشكي منها المواطن المغربي، اللي كاين الغياب ديال المسألة ديال المعايير الصحية التي يجب اعتمادها حينما يتعلق الأمر بتقديم مجموعة من المواد الغذائية للمواطن المغربي. هاد المعايير اللي كنشوفوها بأنها منعدمة في مجموعة من الأماكن العمومية اللي كيلتجئ لها المواطن البسيط اللي كتعرضه في آخر المطاف أنه ينتهي به المصير، إما بحالة تسمم يا إما بأمراض اللي هي خطيرة واللي كيصعب على الأشخاص ضحايا ديال الشهادة أنهم يعالجوا هذه الأمراض. فهنا كندقوا ناقوس الخطر للناس أنهم يردوا البال من هذه المسألة ديال الحليب ديال العبار، وحنا كنعرفوا كيفاش يتم الغش فيه في ظل انعدام المراقبة. إلى هنا الحين الإخوة الكرام، نتلقوا في حلقة مقبلة، ما تنسوش أنكم تديروا لايك البارتاج، ونتلقوا في حلقة مقبلة، وإلى اللقاء.